أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. استأنفت القاعات الرياضية أنشطتها بعد شهور طويلة من الإغلاق بسبب تداعيات كورونا، وتعتبر القاعات الرياضية بالدار البيضاء من القطاعات التي تضررت كثيرا بسبب هذا الإغلاق. محمد مومني مدير القاعة الرياضية كيدي كلوب وعضو الجمعية المغربية لمهني صناعة الفيتنس واللياقة البدنية يقربنا من مستقبل القاعات الرياضية. بداية سي مومني، التعليق ديالكم على قرار استئناف فتح القاعات الرياضيه الابواب ديالها. ودونك الحمد لله تسنينا واحد الوقت شويه طويل، ولكن انا ما ظنيت كاع لي كلوب اليوم راهم فرحانين بزاف، واخا مازال الوضعيه ما رجعاتش بحال شحال هادي بيان سور، ولكن الحمد لله رحنا حلينا والوليدات ديالنا بداو تيجيو عاوتاني بشويه بشويه، ولي بروف حتى هما رجعوا للمسائل ديالهم العاديه والخدمه ديالهم، المسائل اللي كنا كيف شحال هادي. ابخي حنا اللي كان مهم عندنا هي نديروا تو سكي سيكوريتي كوا دونك الوليدات، باش يكونوا في واحد الوضعيه اللي تكون مطمئنه لا للوالدين ولا لينا ولا الوضعيه الحاليه اللي كاينه في هادشي ديال الكورونا فيروس. Très sérieusement, on est très très content. Kulchi farhan, kulchi nashat, kulchi mzian. تنتسناو حنا كلشي موجود، وتنتسناو عيل المنخار التين ديالنا يجيو لعنا ويرجعوا لعنا ويعاود يستانفوا الرياضه ديالهم. فوالا. واش كاين شي معايير ولا شروط جديده بعد استئناف فتح هاد المعايير؟ كنا درناها حنا في مني عطاونا باش نحلوا في الشهر ديال جوان ولا جويي، كنا ديجا وجدنا باش نكونوا في باش تكون لا سيكوريتي بارفيت بارابور تو لي زانفون. دونك درنا المسائل كامله للاساتذه ديالنا كاملين، دارين الكمامات معلومه ديال هذاك الديستانساسيون، دونك رحنا تنخليو التباعد الكامل ما بيننا وما بين الاطفال، دونك ما كاينش التقارب هذه كاين، والاطفال بيناتهم حتى هما تنحاولوا باش ما يتقاسوش كاع. الماتيريال بيان سور تيتنيتوايا من بعد كل دونك شحال هذه كنا لي كور واحد من بعد الاخر، دابا ولينا تنخليو واحد ربع ساعه ما بين واحد الحصه وحصه واحده اخرى باش يمكن لينا ننظفوا ذاك الماتيريال كامل. وزايدون على ذاك الشيء كانوا تيكونوا عندنا مثلا 14 15 ديال الوليدات في لاكلاس، دابا ولينا تنديروا سبعه ولا ثمانيه ماكسيموم باش يكون ليسباس الكامل ويكون ذاك الشيء في المستوى المعود به اللي خصنا نخدموا به باش ما يكون حتى شي مشكل عندنا. فوالا. وكاين رمضان دابا، شهر رمضان على الابواب، واش كاين شي استعداد خاص لشهر رمضان؟ لا، تنتمناو حنا الشهر ديال رمضان، انتم عارفين بان تنسمعوا بان يمكن غادي يكون عاوتاني واحد الوضعيه، ما عرفناش غنتمناو بان كلشي يبقى غادي في هذا النطاق هذا، لحقاش ما يمكنناش عاوتاني نهضروا على شي سدان واحد اخر ولا على شي حاجه بهذا الشكل هذا. الا مشات حتى كانت راه غتكون النهائي ديال لي كلوب دو سبور، دونك لوجيكمون حنا تنتسناو باش كلشي يبقى غادي في لو بلو نورمالمون بوسيبل ونحافظوا حنا. المهم هي يكون لا لي زاديرون ديالنا المنخرطين كلهم في احسن ما يرام من المسائل ديال السيكوريتي، هذا هو المهم عندنا هنا. نعم. اجوردي. وعلى مستوى صرف التعويضات في القطاع ديال القاعات الرياضيه، واش تم صرف تعويضات وشحال القطاع كيدير القاعه الرياضيه والعدد المستخدم في القطاع ككل؟ في القطاع ككل راه كاين، حنا تنقولوا كاين تقريبا 10000 ديال الناس اللي خدامين في هذا القطاع هذايا، وبيان سور كاين المعهود هي بان في هذا الاول ديال الشهر نورمالمون الناس اللي خدامين في لي سال غادي توصلوا بواحد القدر مالي اللي معهود به، انا ما ظنيت ديال خمس شهور ولا ست شهور ولا شي حاجه بحال هكا، هادشي اللي كان اللي قالوا لنا الناس ديال لا سي ان اس اس. مالوغوزمون جوسكا اوجوردي انا عاوتاني يلاه مشيت سول دابا مازال ما توصلناش به، تنتمناو بان غنتوصلوا به، وتنتمناو بان معلوم
الناس عارفين ديال الناس ديال الضرائب والدولة تعاوننا شي شويه من هذه الناحيه هذه لحقاش الوضعيه الحاليه صعيبه شي شويه شي شويه الا كانت شي معلوم تماما لحقاش كاين عندنا دي تاكس اوربان عندنا دي تاكس كي لي زامبو لي تاكس لا تي في ا هادشي كلشي راه صعيب علينا في هذا الوضع هذايا بزاف ديال الناس تقاسوا وبزاف ديال الناس مازال غادي يزيدوا يتقاسوا لحقاش دابا اكثر لحقاش الحاله هذه كنا سادين وما كانوش المصاريف دابا اليوم كاين فوق من المصاريف كاين دونك الناس اللي خدامين هنا خصهم يتخلصوا كاين السيمه الكراي ديال الشهريه ديال هذاك كاين لي لا تي في ا كاين لي تاكس كاين المسائل كلشي هادشي خاصو يتخلص الظلمه والمدخول ما كاينش بزاف ديال المدخول دونك دابا حنا يلاه تنتمناو باش الاطفال المنخرطين القدام يرجعوا لنا ما اللي غادي يجي يتقيد مازال جديد قليل بزاف معلوم الناس مازال مخلوعه شي شويه لحقاش مالوغوزمون بقاو لا كومونيكاسيون اللي داروا بقاو لي حنا الوحيدين اللي سدينا مده ديال العام الناس يقولوا يمكن راه في ذاك في لي سال ديال الرياضه ولا فهو فين كاين هذا المشكل ديال الكورونا دونك مخلوعين بزاف الناس وتنتمناو حنا دايرين المسائل الكامله باش يرجعوا لنا ويكونوا نورمال على مستوى الجمعيه ديالكم ديال الجمعيه ديال الاولمبي في الجمعيه ديال المهنيين ديال صناعه الفتنس المدنيه واش كاين شي تنسيق بين اعضاء الجمعيه باش تدبروا المرحله مال بعد ذلك تمام تبارك الله هذه الجمعيه راه دايره واحد المجهود اللي جبار منهم للبريزيدون للفيس بريزيدون على كل شيء الجمعيه كامله ككل دايرين مجهودات كبيره وتيحاولوا باش يوصلوا لي ميساج للمنخرطين للدوله ديالنا للجميع باش هذا القطاع اللي هو القطاع الرياضي يمشي في احسن ما يرام ويكون في بحال في الدول الاخرين من احسن من في المستوى و تري سيريوزمون راه حنا غاديين في مستوى اللي كبير بارابور دول وحدة اخرين لا افريقيا ولا هذاك راه حنا متقدمين عليهم بزاف وبزاف كاع في كاع النطاقات في من 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 الوليدات الصغار حتى الكبار عندنا من احسن اللي صار اللي كاينين في في, في 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 افريقيا ويمكن كاع في اوروبا وفي في العالم تقدم المغرب تقدم هذه واحد نقولوا واحد 10 سنوات ولا 15 سنه تقدم تبارك الله يعني ايفولوسيون اكسيبسيونيل سور تو لي بلان كوا فوالا